ونناقش وإياكم كل ذلك والمزيد مع ضيفي السيد أحمد عزام، محلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي. أهلا ومرحبا بك معنا سيد أحمد. أتحدث عن الفيدرالي ودون طبعا يعني إزاحة النظر عما يحدث في القطاع البنكي، إلى أي حد تعتقد أن الاحتمالات من قبل الفيدرالي الأمريكي ستقف عند الاحتمالات الثلاث التي ذكرتها؟ الخير رولا. نعم، اجتماع الفيدرالي الأمريكي القادم أو اجتماع الفيدرالي الأمريكي في الغد هو الاجتماع المهم، لا بل الأهم بالنسبة للأسواق المالية نظرا للضبابية بكل تأكيد وتقلب التوقعات بالنسبة لرفع أسعار الفائدة. كنا قبل أسبوعين نتحدث عن إمكانية رفع أسعار الفائدة بخمسين نقطة أساس بعد شهادة رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول. بكل تأكيد الأسواق محت هذا التوقع، اتجهت إلى تخفيض حدة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس، لا بل طالت المطالبات نحو تثبيت رفع أسعار تثبيت أسعار الفائدة نعم إلى بدون رفع أسعار الفائدة في اجتماع الغد نظرا للفشل المصرفي سيليكون فالي أقصد هنا. بكل تأكيد لو نظرنا إلى المشاعر أو طريقة الفيدرالي الأمريكي في التوازن بعمليات رفع أسعار الفائدة، بكل تأكيد 25 نقطة أساس متوقعة في الأسواق، احتماليتها بدأت ترتفع أكثر من 50% في جلسة اليوم. لو ناقشنا إمكانية تثبيت أسعار الفائدة، بكل تأكيد سيكون هناك مخاوف بالنسبة للمستثمرين بشكل أكبر إذا تم تثبيت أسعار الفائدة نظرا للمخاوف، نظرا لإظهار الفيدرالي الأمريكي من المخاوف من أزمة مصرفية أكبر، فشل مصرفي أكبر، فبالتالي قد يقرأها المستثمر على أن هناك مخاوف، لا بل أن الفيدرالي الأمريكي قد يتجه بتغيير سياسته النقدية بشكل كامل خوفا على الاقتصاد الأمريكي، فبالتالي قد تكون قراءة فيها بعض السلبية، فيها بعض المخاوف لو الفيدرالي الأمريكي اتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة. لو تم تثبيت أسعار الفائدة يجب على الفيدرالي الأمريكي على ما أعتقد أن يبرز بالمنحنى النقطي الدوت بلوت أن الأعضاء يتوقعون بأن أسعار الفائدة سوف تتجه إلى رفعها في الفترة القادمة وأن سعر الفائدة النهائي سوف يستمر بدورة تجديد السياسة النقدية. نعم. لمحاولة السيطرة على الأسواق. الغالبية الكبرى والاحتمالية الأكبر 25 نقطة أساس نظرا للأرقام الاقتصادية الموجودة، التضخم لا يزال مرتفع أعلى من 6%، فبكل تأكيد أعلى حتى من مستهدفات الفيدرالي الأمريكي. مؤشر الانفاق الاستهلاكي أرقام اقتصادية أيضا تدعو إلى الفيدرالي الأمريكي لاستمرار بتجديد السياسة النقدية، لكن بكل تأكيد التوقع ل 25 نقطة أساس الاستمرار بنفس الحدة بنفس المنهجية للفيدرالي الأمريكي ممكنة في اجتماع يوم الغد. نعم، أنتقل الآن إلى أسواق النفط. اليوم يعني افتتحنا الجلسة في الدورة الآسيوية على تراجع بقرابة 1% البرنت وكذلك الدبليو تي آي. قيل إنه الأسباب تعود من جهة إلى الدولار، سبب آخر تكهنات بأنه مشكلة كريدي سويس ستبطئ الطلب العالمي، حيكون في عنا خوف في الأسواق وغيره من الأمور. إلى أي حد ترجح أنه يكون ما يحدث في أسواق الطاقة مرتبط بشكل أكبر ربما في أسباب أخرى غير التي ذكرت؟ نعم، الصندوق النقد الدولي في بداية العام كان قد توقع بأن برميل النفط قد يصل إلى ما دون $70. قد تكون موجة التفاؤلات، موجة محاولة دفع أرقام التضخم للانخفاض من صندوق النقد الدولي كانت واردة في ذلك الوقت، لكن مع هذه الأسعار صندوق النقد الدولي كان محق أكثر حتى من بعض البنوك التي أشارت إلى إمكانية الوصول إلى $100 في برميل النفط في عام 2023. بكل تأكيد الانخفاض كانت واردة جدا، أسعار الفائدة، الفشل المصرفي بكل تأكيد ترمي بظلالها في المخاوف في الأسواق لبيع السلع. لو نظرنا فنيا حتى إلى مستويات النفط الحالية عند مستويات $66 أقصد لخام غرب تكساس، مستويات $66 تعتبر مستويات جيدة على الإطار الزمني الأسبوعي، دعم جيد، متوسط متحرك 200 يعتبر مستويات جيدة على المدى المتوسط، ولا أقصد هنا طبعا إمكانية التداولات الإيجابية، ارتدادات إيجابية بالرغم طبعا من مخاوف الأسواق من أسعار الفائدة. فبكل تأكيد تحركات النفط ليست فقط مرهونة باجتماع أبريل اجتماع منظمة أوبك، لا بل مرهونة بتداولات الغد بتحركات الفيدرالي الأمريكي بكل تأكيد لمعرفة مسير النفط في الفترة القادمة. نعم، فقط نذكر أنه ارتدت أسعار النفط يعني اليوم في منتصف الجلسة نحو الارتفاع ربما متبوعة بحالة من التفاؤل حيال محاولة احتواء أزمة القطاع البنكي. أنتقل معك الآن
أحمد إلى أيضا موضوع يعني قرارات البنوك المركزية وكذلك البيانات. عندما نتحدث عن بيانات التضخم ومستهدفاتها، كندا يتوقع أن تصدر إشارات البيانات بتحسن في مستويات التضخم. إلى أي حد تعتقد أنه مع الظروف الحالية لربما سنشهد تراجع في مستويات مؤشر أسعار المستهلكين؟ نعم، كندا أوقفت عمليات رفع أسعار الفائدة، أول بنك من البنوك الكبرى. اليوم أستراليا لمحت لإمكانية توقف عن رفع أسعار الفائدة. كندا إمكانية تباطؤ أرقام التضخم نحو أقل من 6% على أساس سنوي واردة جدا. لو نظرنا حتى إلى الأرقام الاقتصادية قد تدعو بعض الشيء للتفاؤل، لذلك طبعا بنك كندا قد ثبت أسعار الفائدة، قد تجه إلى خيار التثبيت نظرا لأن النمو يعتبر نوعا ما جيد قياسا بالاقتصادات الأخرى، تقرير وظائف يعتبر جيد، فبالتالي تثبيت أسعار الفائدة كان مبرر بالنسبة لبنك كندا بكل تأكيد. التضخم وأرقام التضخم قد تسجل بعض الانخفاضات، بعض التباطؤ، قد تعطي بعض حالة التفاؤل، لكن الجدير بالذكر هنا أن الاقتصادات مرتبطة سويا مع بعض، ليست بمعزل أبدا. أرقام التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية قد توقفت بعض الشيء عند أعلى مستويات 6%، فبالتالي قد يكون هناك بعض المخاوف بالنسبة للاقتصادات الكبرى لاتجاه لعمليات التضخم أو ارتفاع أرقام التضخم في الفترة القادمة، خاصة رولا بأن الميزانية العمومية في الولايات المتحدة الأمريكية قد تم الإشارة إلى ارتفاعها 300 مليار دولار، فبالتالي زيادة السيولة في الأسواق، حتى أن المقايضات بالنسبة للعملة بدل 7 أيام، العملة الدولار الأمريكي أقصد هنا، من 7 أيام إلى يوم واحد، فبكل تأكيد قد تغرق الأسواق ببعض السيولة، مما قد يدفع أرقام التضخم في الفترة القادمة إلى تسجيل ارتفاعات. نعم، وأشكر وقتك سيد أحمد عزام، وأنت محلل أول لأسواق المال في مجموعة إكويتي.